اللي أنا لاحظته إنه المجتمع محتاج تغيير ثقافي، زيادة علم، زيادة معرفة لتقبله في الفترة الجاية للثورتين اللي حصلوا في البلد، لمعرفة إن التمويل الخارجي للجمعيات مش تهمة، مش جريمي، بل بالعكس التمويل الخارجي للجمعيات ده بيقوي المؤسسات المدنية، بيخلي المؤسسات المدنية تساعد الشعب إن هو يعرف حقه من الحكومة، يعني يعرف يمارس الديمقراطية صح. احنا محتاجين في الفترة الجاية ان شاء الله ان احنا نوسع من نشاطات الجمعيات في زيادة التعليم، في زيادة المعرفة، في زيادة الحقوق السياسية بالذات للمرأة وذوي الإعاقة، عشان محتاجين نقف كلنا يد واحدة بحيث ان يعني نصعد بالبلد الى بر الديمقراطية وبر الأمان.